لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له في خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن. تمكنت قوة الوجب المختلطة بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية تمكنت من ضبط ومصادرة أكثر من 330 كيلوغرام من مادة الحشيش والهيروين المخدرة بعد عملية اعتراض وتفشيش لزورق في خليج عمان قادمة من إيران. وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية قد تسلمت هذه المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية في 30 من يوليو 2018، ونفذت خلال تلك الفترة عددا من العمليات بما تسلمتها للمرة الثانية من نظيرتها الفرنسية في أغسطس 2020، ونفذت بالإضافة إلى هذه العملية 6 عمليات. وتهدف هذه العمليات لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة والفحم، خاصة للجماعات الإرهابية كجماعة الحوثي في اليمن، والمساعدة في ضمان حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة الدولية بأمن وأمان في تلك المناطق التي تعد محور ومركز التجارة العالمية والشريان الرئيس للاقتصاد العالمي.